يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال الصلاة والسلام على محمد وآله والصحابة النجباء، هل هذا القول من قبل الشيعة؟ وما معنى الصحابة النجباء؟ الصحابة ما الشيعة ما يصلون على الصحابة، بل يلعنونهم، يلعنون الصحابة. هذا لا أرى فيه بأسا، وليس هو من قول الشيعة. الشيعة إنما يقولون أهل البيت فقط، من عداهم فهم كفار. نعم.